La fashion week اللي درت في لندن لا فيريتي كانت يعني كانت فرحه كبيره بالنسبه لي لان سي كامل ما بروميير اني اللي درت يلاه صافي عام باش درت ديفيلي درت لا مارك ديالي اون فادير ديال لي كاب وابري عام مشيت درت لا فاشن ويك ودزت ماغازين اللي معروف اللي هو فوغ ماغازين يعني كان لي الشرف باش نمشي نصرف بالبلاد ديالي تما ونشوف سميتي مع دي نون معروفين كلاكوست ولانفان يعني ماشي اي هذا وان ميم طون كانوا مغاربه معنا اللي كيشرفوا بالقفطان المغربي ومن هذا المنبر كنسلم على جليله اللي نظمت هذا الشيء كامل هي والسي خالد الذهبي والسفاره والناس اللي فريمون المغاربه اللي كانوا تماك في لندن اللي قاموا بالتنظيم هذا لا فاشن ويك. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.